مرحبا أخواتي، في فيديو جديد مع منتج نزلت عنه قبل، بس هم بعد هذه المرة بنزل عنه لصراحة الجودة هذا المنتج، وبيخدم إن شاء الله شريحة من الناس. هذا المنتج من شركة ميتشل جروب انترناشنال. فلما نشوف هالمنتج يا اخواتي، هو من مصنوع او معزز، او اصلا هو منتج من زيت القرنفل. زيت القرنفل هالمنتج اخواتي خاص للبشرة الغامقة، وللبشرة اللي تكون درجاتها يعني من غامق إلى أغمق. إنزين، حتى إذا دخلتي موقعهم أو شفتي الصور الموجودة على الإنترنت، بتشوفي في هناك محطوط صورة للبشرة الغامقة. هيش يسوي هالمنتج؟ هو أصل أول شيء هو عبارة عن صابونة. هذه الصابونة بزيت القرنفل، الصابونة تتكون من زيت القرنفل، وتتكون من زيت اليوكاليبتوس، وتتكون من الالانتوين، وتتكون بعد من فيتامين اي. الصابونة كصابونة هي لكل انواع البشرة، لكل انواع البشرة. هذه الصابونة، طبعا هالصابونة هذه تلطف وتشد البشرة، وهم بعد هني يقول لك تعمل على تفتيح. هي أصلا لأن صابون التفتيح هو أصلا ما بصابونة، أقول لك ما بتفتيح تفتيح تفتيح، يعني البشرة البشرة الغامقة بتكون مفتحة. لأ، هو المصطلح الصح هي صابونة مثل ما تقولي ما بتبيض، هي تعطي البشرة صفاء. أيوة، تعطي البشرة صفاء، يعني تبرز تبرز صفاء البشرة، وتشيل منها كل الجسمه العيوب والدهون، وتخليها بشرة صافية. يطلع اللون الميلانين، يطلع لون جميل، يعني تحتيه صفاء البشرة تكون صافية بس ما تفتح. فلا تخافن إذا استعملت هالمنتج، لا تخافن من إنها تفتح بشراتكم. لا، هي أصلاً تعطي نوع من شو اسمه صفاء ونضارة. أيوة، نضارة للبشرة. المنتج الثاني هني هو يي اللوشن، حتى يقول لك هني برايتنين بودي لوشن، ما يقول لك وايتنين، لان في فرق ما بين الوايتنين وما بين البرايتنين. البرايتنين يعني صفاء ونضارة للبشرة، تطلع اللون بشكل جميل وبشكل رائع. اما التفتيح فهو طبعا تغيير البشرة من لون الى لون. هذا اللوشن هو لوشن بس للبشرة، مش للوجه، للبشرة فقط. تستعمليه على كامل البشرة فترة الليل. فترة الليل لأن فترة الليل تكون طويلة، وش اسمه، والمنتج تمتصه البشرة بشكل أفضل. وبعدين إذا تقومي الصباح تسوي واقي الشمس، فضروري تسوي واقي الشمس
بعد اي بعد اي عمليه اضافه لوشن او كريم للوجه لازم الصباح تسوي واقي الشمس. انزين، هل المرطب يتكون هم بعد نفس الصابون مكوناته، طبعا من زيت القرنفل ومن زيت اليوكاليبتوس ومن الألانتوين، ويتكون بعد من فيتامين إي، وفيتامين إي طبعا معروف في معروف فوائده لتصفية البشرة وتنقيته وتغذيته. هني عطنك طبعا هيش يسوي هذا اللوشن، يقول لك هني يقلل هذا اللوشن، يقلل من التصبغات دارك سكين ديسكلوريشن، يقلل من تصبغات البشرة الغامقة. هني انزين شوفي، this light textured body lotion reduce dark skin discoloration improving clarity and radiance with the brightening activities. إنزين يعني يقلل من التصبغات اللي موجودة في البشرة الغامقة، وهم بعده يحسن من يعني يعطيه صفاء ويعطيه نظارة مثل ما قلت لك أنني سابقا. يتكون هل هم بعد يتكون هذا اللوشن من الأربوتين ومن لاكتيك أسيد، من حمض اللاكتيك يتكون طبعا يرطب، وهم بعده يغذي البشرة، وهم بعد هني يتكون من الجلسرين. زين طبعا كاتب لك هني تستعمليه الأماكن المتصبغة في البشرة على بشرة نظيفة جافة. زين، وطبعا في الليل يكون يستخدم في الليل، وتستخدمي مع واقي شمس بدرجة 30 فما فوق، يعني كل ما زادت درجة السنسكرين واقي الشمس فيكون أفضل عشان البشرة تحمى من الشمس وأشعة الشمس. فهذا هو الكريم، كريم كلوفيت ممتاز للبشرة الغامقة، فيصفيها وينقيها، وهم بعدها يشيل عنها كل التصبغات ويعطيك بشرة نظرة وبشرة حلوة. يجي مع السيرم، برايتنين سيرم، هذا السيرم يا انك تخليه هالسيرم هذا اذا ما بغيت، اذا بغيت مثلا اذا عندك تصبغات معينة ويعني بقع اغمق عن بقع في جسمك، تحطيه مباشرة على البقعة اللي تكون غامقة وايد. زين، او هل السيرم تيبيه مع اللوشن وتكبيه داخل اللوشن. زين، وطبعا سمه تخضيه ترقيه بعد ما تكبي السيرم داخل اللوشن عشان يعطيك هناك، عشان يعطيك فعالية أسرع، ويعطيك هم بعده نتيجة أفضل وأسرع. هو دائما عشان تحصلي على نتيجة أسرع، في كل كريمات لوشنات التفتيح اللوشن تخلطيه عند الكريم أو تخلطيه عند اللوشن عشان يعطيك نتيجة أفضل ونتيجة ممتازة ونتيجة أسرع، فهو دائما كي. هم بعد هذه المجموعة يكون معاها كريم للوجه، ما موجود حاليا كريم الوجه، يكون كريم أو يكون جل، كريم أو جل.
هم بعد إذا معاك الكريم تفتيح ومعاك سيرم بنفس المنتج، أنا أتكلم الحين عامة على كل منتجات التفتيح، إذا معاك سيرم ومعاك كريم على الوجه فتخلطي السيرم مع الكريم مع الوجه فيعطيك هم بعده نتيجة سريعة وفعالية أسرع. طبعا مع الصابونة تستعملي صابونة، وإذا في معاك تونر تستعملي تونر بعد الصابونة عشان تصفي وتشيل اللي باقي من الدهون الموجودة في الوجه، أي مكياج ما شلاه الصابون، فتستعملي التونر يصفي لك البشرة تماما، وبعدين تي تستعملي كريماتك مع التفتيح، كريماتك مع التبييض أو أي كريم ثاني، صابون تونر وبعدين الكريم تستعمليه وبعدين تلحقيه بواقي الشمس. فهذا إخواتي فيديونا لليوم، منتج من شركة ميتشل الأمريكية بالقرنفل، خاص للبشرات الغامقة الداكنة، يصفيه ويعطيه نضارة ويبين لك جمال، يطلع لك جمال البشرة اللي تكون مرات تعبانة وتشوفي في هناك ألوان متداخلة أصلا في الجسم وفي الوجه. ولا تنسوا في الأخير ما ننسى السبسكرايب واللايكات وما ننسى الشير، شيروه يمكن يستفيد معانا عدد وايد من الأخوات ومن الأخوان طبعا للرجال وللنساء. ولفيديو ثاني إن شاء الله أشوفكم على خير، وحياكم الله.